سلام المتتبعين ديولي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنشكركم على التعاليق ديالكم الزوينه وعلى الدعم ديالكم الكبير للقناه ديالي. شكرا شكرا لكم كاملين. والناس اللي ما كنعرفش حتى هما كنقول لهم مرحبا بكم عندي في القناه ديالي، قناه للاستفاده. يعني كنتبادلوا افكار وكنتبادلوا شهوات وكنتبادلوا بزاف ديال الحاجات، فمرحبا بكم عندي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حلوه ديال التمر اللي صراحه كتجي زوينه مع دواز اتاي. كيف كتعرفوا ما كاينش شي دار مغربيه كتخطاها الحلوه ديال دواز اتاي. بالنسبه اليوم غادي نشارك معكم كيف قلت لكم حلوه ديال التمر اللي صراحه بواحد العجينه اللي هي سحريه وغزاله، تبارك الله كتجي هشيشه وكتجي زوينه. فخليكم معايا الى نهايه الفيديو باش ان شاء الله نوريكم المقادير وطريقه التحضير ونتدك المكون السحري اللي كنخدم به. السلام عليكم حبوباتي، فندوزو نوريكم دابا المقادير ومن بعد ندوز نوريكم طريقه التحضير. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاج في هذه الحلوه هذه ديال التمر، عندي واحد 125 غرام ديال الزبده ديال الحلويات، لذة او لا بونا او لا، مهم على حسب يعني اللي توفر عندك انت في البيت. عندنا واحد ساشي ديال الفاني، عندنا واحد ربع كاس ديال ماء الزهر، عندنا نص كاس ديال الزيت زيت المائدة، وعندنا نص كاس ديال السنيدة. بالنسبة للسنيدة اللي ما متوفرش عنده العسل ممكن يضيف السنيدة، فانا صراحة ما عنديش العسل، هي العسل الصناعي ماشي العسل الحر. هي العسل الصناعي هو اللي كندير به في الحقيقة هاد سميتها هاد العجينة ديال الحلوة ديال التمر او ديال اللوز او لا، فكنديرها بالعسل الصناعي ما كنديرهاش بالسنيدة، ولكن انا ما متوفرش عندي درت السنيدة. اللي متوفر عنده يدير نص كاس ديال العسل. بالنسبة للدقيق حسب الخليط، يعني ما غاديش نعطيكم واحد الكمية معينة، على حسب الخليط ديالك، يعني على حسب الزبدة شنو غادي، يعني على حسب الكمية اللي انتيا غادي ديري. بالنسبة للعقدة ديالنا غادي نحتاجو فيها معلقة صغيرة ديال الزبدة، واحد شوي ديال الزنجلة اللي انا محمراه ومنقياه من طبيعة الحال. بالنسبة للزنجل كيعطي التمر واحد النسمة زوينة وكتبقى في ديك القرمشة ديالو كتعجبني انا فيه. وعندنا معلقة صغيرة ديال القرفة، وعندنا معلقة كبيرة ديال ماء الزهر. وبالنسبة للمكون الأخير اللي هو مكون سحري، فهو صراحة اللي كيعطي ديك الهشاشة الحلوة ديالنا، فما غاديش نشاركو معكم دابا، خليه مفاجأة من بعد تنبغي نستعملو وغادي نوري لكم ان شاء الله. فنبداو على بركة الله. دابا اول حاجة غادي نستعمل الزبدة والفاني والسكر سنيدة، يعني هاد العناصر هادي غادي نحاول ندمجهم مع بعضياتهم مزيان تنشكل على واحد الخليط اللي هو يكون لين. وبالنسبة للزبدة من الاحسن تستعملوها هكا واخدة حرارة المطبخ باش ما تعذبكمش في الخدمة كيف كتشوفوا. صافي من بعد ما ندمجوا لي هاد العناصر هادي، فغادي نضيف ماء الزهر وغادي نضيف الزيت وغادي نخلط المقادير ديالي تنحصل على خليط واحد. صافي من بعد ما حصلنا على هاد العجينه هادي كيف ما كتشوفوا، فانا غادي نضيف المكون السحري ديالي اللي قلت لكم اللي هو معلقه كبيره ديال الخل، فهذا هو اللي كيعطيها ديك الهشاشه وكتجي سميتها العجينه ديال العقده ديال التمر كتجي زويونه. صافي دابا غادي نبقى نضيف الدقيق ديالي ونخلط، صافي تنحصل على ديك العجينه اللي انا باغا. صافي من بعد ما جمعت العجينه ديالي كما كتشوفوا كتجي هكا لينه، كتجي غزاله صدقوني، غادي تجربوها ان شاء الله وغتوليو ديروها دائما فكتجي زويونه. صافي دابا غادي نجمع العجينه ديالي وغادي ندوز العقده ديال التمر. صافي من بعد ما نظفت سطح العمل كما كتشوفوا، انا صراحه كيعجبني نخدم على الرخامه كتجيني يعني دغيا كنخدم فيها. غادي نجيب هاد المقادير ديال العقده ديالي كيف كتشوفوا، صافي غادي نحاول نخدمها مزيان باش ينسجموا لي دوك العناصر ونحصل على ديك على داك المذاق اللي انا باغا في هاد العقده هذه. هي سهله ما فيهاش شي صعوبه، وصراحة صدقوني الزنجلان كيعطيها واحد تقرميشة زوينة لداخل.
يعني كينس موز بيول. من بعد ما عجنت العجينه ديالي كما كتشوفوا، فكنحصل على هاد العجينه هكا، يعني كتولي لينه. صافي دابا غادي ندوز نشكل العجينه ديال الدقيق، وغادي نشكل العقده باش نخدمها معاكم. غادي نخدمها انا بهذا المول، هذا اللي كيتباع في الاسواق، متوفر حاليا في الاسواق، فغادي نخدمها بشكل من هاد الاشكال هذه. صافي من بعد ما انا كورت العقده ديالي ديال التمر كيف ما كتشوفوا، صافي غنبقى نجيب العجينه ديالي، غناخد منها القياس. صافي غادي نضغط هنايا في الوسط فين غادي نحطو التمر ديالنا. صافي غادي نحاول نغطي هاد التمر، هذا ما نخليوش التمر يبان، نحاولو نغطيه بالعجينه ديالنا كما كتشوفوا، يعني حتى ما يبقاش يبان لينا التمر. صافي وغنحاول نكور هكايا. كما كتشوفوا فانا كنبقى كيبان ليا من هنا واحد شويه، ولكن ماشي مشكل. صافي غادي نجيب الرشام ديالي، كيف كتعرفوا هادوك متوفرين في الاسواق، يعني موجودين فيما مشيتي غادي تلقاوهم. صافي وغادي نحاول نحطو هنايا، انا بغيت نديرها هكايا. صافي غنبقى نضغط هكايا، حتى نحصل على داك الشكل اللي انا بغيت. الحلوة ديالنا من بعد ما حربلت العقدة ديالي ديال التمر كما كتشوفوا، فدابا صافي غادي نجيب العجينة ديالي اللي يعني غادي ندير فيها هذا المكون، هذا التمر غندير انا على هذا الشكل هذا. بالنسبه للناس اللي باغيين يديروها دائريه، يعني غادي يكوروها دائريه، بالنسبه لي انا غنديرها هكا طويله. ما خاصش التمر ما خاصوش يخرج على سميتو العقده ديال التمر، ما تخرجش على العجينه، يعني تكون مغطيه باش ما منين طيبيها ما تلصق لكش في، يعني ما تلصقش ما تسيحش ما يسيحش لك التمر. هانتوما كما كتشوفوا هكا، صراحه سهله ما فيهاش زعما شي صعوبه. صافي وغادي نجيب انا المرشم ديالي اللي غادي نستعمل فيه. بالنسبه لي انا غادي نستعمل هذا المرشم، هذا فهو متوفر في الاسواق، موجود فين ما مشيتي غادي تلقاي. صافي غادي نحاول نحط الحلوه ديالي. صافي وغادي نضغط عليها هكايا باش تاخد داك الشكل ديالها. فانا بغيت نديرها هكا مستطيله، دائما كنديرها دائريه، دابا بغيت نديرها هكا على شكل مستطيل. صافي ها الحلوه ديالنا كما كتشوفوا هانتوما. فانا غادي نحاول نعاود معكم وحده اخرى. صافي قلنا غادي نضغطو هنايا في الوسط بحال هكايا، يعني نحاولو شويه نوسعو العجينه ديالنا فين نخليو فين نحطو العقده ديال التمر ديالنا. صافي غادي نجيبو العقده هكايا. صافي وغنبقاو نمشيوها. بالنسبه للطريقه ديال حلوه التمر صراحه فهي سهله، غير هي خاص الانسان يعرف كيفاش يخدمها وصافي. بالنسبه للتمر ما خصوش يبقى باين، الا بقى باين يقدر يسيح لينا، ويلا صح كتلصق الحلوه، يعني ما كتجيش زويونه الشكل ديالها. هانتوما بهذه الطريقه هذه، واخا يبقى باين واحد شويه ماشي مشكل، غير ما يبقاش يعني معيق بزاف وصافي. صافي غادي نجيب المرشم ديالي كيف كتشوفوا، صافي غادي نثبتها فيه بحال هكايا. فانا المرشم راه ما دهنتوش الصراحه، ما بغيتش ندهنو بالدقيق باش ما تجي ما يجينيش الدقيق باين في. صافي ها الحلوه ديالنا كيف كتشوفوا الشكل ديالها، ها هو. فالصراحه صدقوني كتجي غزاله وكتجي زويونه. فغادي نستمر تنسالي الكميه ديالي، ومن بعد نوريكم الشكل في الطاوه كامل. فكما كتشوفوا فهذا هو الشكل اللي حصلت عليه ديال الحلوه ديالنا ديال التمر. صراحه راه كتجي زويونه وكتجي غزاله الشكل ديالها كيفاش كتجي
كتجي زويونه. دابا غادي ندخلها الطيب، وان شاء الله فاش غادي نسالي غادي ندوز نوريها لكم في الشكل النهائي ديالها. فهذا هو الشكل النهائي كما كتشوفوا ديال الحلوه ديالنا اللي هي دواز اتاي اللي ما كتخطاش شي دار مغربيه، اللي صراحه كتجي غزاله وكتجي فنه وكتذوب في الفم كما كتشوفوا هانتوما، كتجي هشيشه بزاف. وتداك ديك العقده بدوك المكونات اللي درت في ديك العقده كتجي غزاله غزاله وكتلديها احسن واكثر. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم مره ثانيه على الدعم ديالكم الكبير للقناه ديالي وعلى التعاليق ديالكم الزويونه اللي كنشوف منكم، فشكرا لكم مره اخرى. وكنرحب بالناس اللي ما كيعرفونيش حتى هما، كنقول لهم اشتركوا في قناتي ليصلكم كل جديد مني، وبفضل الدعم ديالكم الكبير كتشجعوني اكثر واكثر، فشكرا لكم. ودابا ما عليا نقول لكم بسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله، ومع وصفه اخرى ان شاء الله.